مو قالوا ان في بالسماعات قاعدين يعني يسرب وقت الاختبار صحيح ما عرفوا، لكن في ناس تجاوب مثل ما تفضلت انت السيرفرز اللي برا الكويت ومعبد قالت ان يدزون لهم الاجابات وهم لابسين سماعات. اي طيب هذا بنقل منه هذا أي. هذا اللي بالسيرفر اللي برا او اللي بينقل منه عندك 10 نماذج انت باي نموذج انقلك انت باي نموذج أي. فلما انا اوزع النماذج على جميع المحافظات زين هل المحافظات في النموذج فلان هذا في النموذج وهذا في النموذج خلط عليهم ولا على مستوى العفو يعني ايه؟ كلامك متم دكتور ولا اسوي على مستوى مناطق اسوي في داخل اللجنه اكثر من نموذج شلون داخل كيو هذا قصدي ايه الكيو الحين ايه؟ مو الحين اللجنه موزعه كيو طلبه يعني صوف عندي نموذج A نموذج B سي واخلط واخلطهم ايه؟ مع بعض بس انا حتى قبل هذه نعم. يفترض اليه تسليم وتسلم الاختبارات وما الى ذلك يعني احنا قبل كانت المطبعة السرية لما تطبع الامتحانات ما حد يدري منو اللي بالمطبعة السرية الله. ما حد يدري منو اللي بالمطبعة السرية هذا الحكي متعاد قديم هذا ولا ايش 2013 2014 اي بس كان في غش بوقتها بعد كان في غش ايه؟ بس ما كان الغش بهالكثافة لا كان الغش في داخل اللجنة ما كان غش ييك من برا عرفت شلون ما كان يجيك غش جماعي يجيك من فلان ومن فلانتان وكذي ترى بلشت القضية هذه شو اسمه ترى في 2013 بلشت لكن أكو أنا أقول لك في 2002 أكو في 2000 ولا علش حق إحنا ما حضر الغش موجودة أي. أكو براشيم قبل أي صح. بالقلم داخل رول عنده موجود بالهذا أكو مكتوب على الجسم أكو هذه اللي هي ولا بشفسة قبل هذه شفسة الشم كان مخرجنا يراوينا نشفس الشم الربع كانوا يحطون البرشامة هني كانوا يخلونا بالدشادين قبل بالقلم بالرول فكان عندنا المحضر وكان عندنا موجود ثقافة قالت من السبعين الحين هذه موجودة يعني ليش تقول الغش من زمان موجود لكن حيل فشي لأن التكنولوجيا اللي مستخدمة سهلة بالنسبة لهم تداولها شو اسمه فالمفروض من يضع الاختبار من يطبع الامتحان من يسحب الصناديق اللي توضع هذه المفروض كلها توضع بسرية وبعدين ورقة الإجابة النموذجية ليش تنفتح مع الامتحان يعني إحنا قبل كنا نفتح ورقة الإجابة إذا كان الامتحان الساعة 8 نفتحها 10:30 بالكنترول بعد ما خلصوا داخل التجوري خلصوا بس ويكونون مخلصين خلاص اللي باقي له نص ساعة ولا اللي باقي له شيء انتهى